بنت خويا السيده اللي ولدات في خنيفره ولدات واحد الوليد جابوه لبني ملال المريض، جابته لافيرونس، عيطوا لي العائله قالوا لي راه حنا جايين لبني ملال صيفطوا لنا الدري من خنيفره باش يتعالج. سبقت من لارجونس وصلوا معاه نقول لك الوحده وشي حاجه ديال الليل، انا اللي هديت الوليد من لافيرونس دخلته للمستعجلات. بقينا تما نمشي عند الطبيب، صنا واحد السيد تما طبيب تنسولوه ما تعرفش العربيه فين غنديو الدري، الدري مريض قلب لي قال لك غادي يمشي فين ينعس. عيطت للفرمية قلت لي ما عنديش بلاصه، هبطت الفرمية من السيرفيس ديال الدريسوار قالت لي ما كايناش بلاصه. بقينا تنحاولوا معاه ما لقيناش بلاصه، بتنا جالسين في الارض بلا جونس. الصباح جا واحد الطبيب هضرنا معاه قال لك انا ما عندي ما ندير لكم. عاود جا واحد السيد طلع الفوق لقى شي بلاصه في السيرفيس ديال الدراري الكبار، اتجاه لقدام السيرفيس ديال الدراري الصغار، طلعناه حطيناه في السرير. جا عنده واحد الفرملي قال لنا جيبوا يباري، جناهم دق ليه جوجات السيروم ما دوزوش ليه، الاكسجين قال لك خاسر، الطبيب ما صناش، الفوضى نايضه، قلبنا على المدير ما لقيناش، حارس العام ما لقيناش، تلقاو الشواش اللي في الباب تيقول حنا ما عندنا ما نديرو لكم، فرامليه تيقولنا ما عندنا ما نديرو لكم. بقى الوليد تما خمس ايام، نهار خمس ايام عاد جا عنده الطبيب، شافو قال لنا هذا الدار البيضاء ما عندي ما ندير ليه هنا. إذن هذاك الطبيب علاش ما يشوفوش في الاول ويعطيه الدار البيضاء وتعتق هذاك الوليد؟ ضاع هكاك الوالدي وامه فتحات والحال الان راه باقا مكرفصه. لافيرونس ملي عاودوا لنا الوريقات خرجنا هبطنا للاداره قال لك تخل باه يخلص واحد 25000 في الصندوق ديال النعاس وواحد 30000 ديال لافيرونس. قلنا له ودي السيد راه ما عندوش مكرفص يقدر يخلص الصندوق، الناس تفاردوا ليه هو غادي يخلصوا، ولكن لافيرونس راه ما عندوش. راه الدري دابا خصكم تعتقوا، هذه راه حاله ديالكم ديال الدوله اللي تتكلف بهذا الشيء. قال لك والون المدير هذا بيدو، وواحد السيد اخر ما عرفش السميه ديالو قال لك اسيدي حنا ما عندنا ما نديرو لكم، الا ما خلصتوا 30000 يموت يموت يموت. المدير ديالاش؟ المدير ديال المستشفى ديال بني ملال، مدير بيدو ومعاه واحد جوج الناس. قال قلنا له واش يموت؟ قال لك يموت يموت، هز عنا يدي قال لك يموت. هذه راه فوضى، والوزاره تتخطي على هذا الشيء، وهاد المديريه ديال الوزاره اللي تتقول بان هاد الناس تيتعالجوا تيداواو، راه ما كيداواوش، راه حاله خايبه، راه حنا اللي عشناها وحنا تنعيشوها وباقيين عايشينها وضاغطين علينا، يعطيونا حقنا، ما كاينه حكومه، ما كاينه وزاره، ما كاين دواء، ما كاين. شوفوا هاد الحاله ديال كاب نسور، الواد الحار غادي على برا، الناس تطيح فيه، انا براسي طحت في الواد، راه هو خانز، غادي على وجه الدنيا، وهاد الناس غشامه، وهاد الناس محقورين، وهاد الناس ما تعرفوش يهضروا، وهاد الناس مهدين، وما عندهمش ضاغطين عليهم، ما تيخليهمش يهضروا، وهاد الشيء راه عيب وعار. انا الاخ ديال السيده اللي توفى عليها الجنين، انا عشت معها واحد اللحظه ديال المستشفى اللي كانت استشفائي. اللي اول حاجه بدا غنحكي لكم قبل ما انها كانت تتمنى باش يزاد عندها هاد الوليات، وفي الاخر كانوا تيعرفوا الحاله ديالها، يعني الحاله خطيره ومستعجله، ومن بعد قالوا لي غديري واحد العمليه باش يقدر داك الوليد يتزاد ما يوصلوش داك الميكروب. ولكن الغريب في الامر ان كلشي تقلب، يعني السيده دات العمليه في الاخر زاد داك الولد زاد مريض، يعني ما كان لا اجراءات حتى حاجه ما والو. قريت هذاك البلاغ وزعما انهم تيكذبونا حشومه عليهم، لان كاين فيديو تيصرح بان خرجنا خرجوا حتى للشارع وتيطلبوا به، ماشي حشومه عليهم. واش المواطن انه يوصل حتى لهذ الدرجه هذه ويولي يخلص المازوط باش يتنقل؟ لا حول ولا قوه الا بالله.